بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، سعداء بلقائكم من جديد في برنامجكم لقاء على الأثراء. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون معنا ضيفا عزيزا، هو الدكتور عبد المحسن زبل المطيري، رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في جامعة الكويت. طبعا بداية رحب بالدكتور عبد المحسن، حياك الله دكتور وسعداء بلقائك. الله يسلمك. يا مرحبا دكتور. اليوم حلقتنا إن شاء الله عنوانها يعني هي مطلب لكل إنسان، هي السعادة، ونأخذها إن شاء الله كنموذج من يعني سورة الشرح دكتور المحسن. لذلك اليوم نشرح حديثنا عن أسباب السعادة، وهي طبعا مطلب لكل إنسان. جزاك الله خير. صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خير على الاستضافة، ونسأل الله أن ينفع بما نقول. حقيقة مفهوم السعادة ومطلب السعادة يعني ينشده الجميع، مسلم غير مسلم، صغير كبير، الكل يريد السعادة. لكن سبحان الله مفهومها الحقيقي في الدين يعطي بعد آخر لمعنى السعادة، ويعطي السعادة الحقيقية اللي يخلط كثير من الناس بين السعادة والمتعة. فالمتعة شيء والسعادة شيء آخر. هذا الإنسان يستمتع ببدنه بشيء لكن قلبه مطمئن في ضيق. فميزة السعادة التي جاءت في القرآن أنها سعادة للبدن وللقلب. جميل. طيب دكتور، احنا ناخذ ان شاء الله اليوم يعني السعادة من سورة الشرح. لو تسألنا لماذا اخترت هذه السورة دكتور المحسن؟ احنا في التفسير عندنا باب مهم من علوم القرآن اسمه مقاصد السور. يعني كل سورة في القرآن لها مقصد ولها غاية ولها موضوع رئيسي. فعند البحث على الموضوعات الرئيسية لكل سورة، وجدت أن سورة الشرح هي سورة أسباب السعادة. يعني جاءت لتوضيح السعادة، ما هي أبوابها وسائلها أسبابها طرائقها التي ينشدها الناس. سبحان الله، يعني مع قصر هذه السورة وقلة عدد آياتها، إلا أنها فيها 10 أسباب انفردت بها تقريبا، يعني لم يعني يكاد يذكر في غيرها إلا بعض المعاني القليلة. فهي سورة تستحق التأمل. حتى كان ابن تيمية رحمه الله يذكر أن من أراد السعادة، من أراد فليقرأ فليكثر من قراءة سورة الشرح. فعليه بسورة الشرح. نعم، عليه بسورة الشرح. سبحان. طيب دكتور، يعني لو نبدأ بمعرفة يعني هذه الأسباب التي تفضلت فيها، والتي يعني تبين مقصد هذه السورة، أنها من يعني تبين أسباب السعادة. طبعا السعادة دكتور السعادة الدنيا والآخرة. نعم نعم. أولا السورة اسمها سورة الشرح، يعني حتى من اسمها حس في أحسن. وفي حتى في بعض المصاحف سورة الانشراح. انشراح. سورة الانشراح. سبحان الله. وفي قوله في مطلع السورة لم نشرح لك صدرك، أيضا يدل على هذا المعنى، قضية انشراح الصدر واتساعه وعدم ضيقه. وهذا هو مفهوم السعادة. إحنا نسعى إلى راحة البال، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، حتى يبقى الإنسان سعيدا. إذا تذكر بداية أن كعنوان السورة تدل على هالمضمون. الله يفتح عليك. كبداية. يعني حتى من عنوانها. دال على المضمون. دال على المضمون، دال على المقصد، وأنها سورة تتحدث عن هذا الموضوع بالذات. تذكر اختلاف أسماء السور، يعني ما تفضلت يعني ما دلالته تذكر من اسمنا. الراجح من أقوال أهل العلم أن أسماء السور توقيفية يجوز فيها الأوصاف. يجوز فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها بعض الأسماء. نعم. لكن الصحابي تجد أنه يصفها بوصف آخر باسم آخر. فلذلك لا أشكال. نعم. إحنا حتى إذا أردنا أن نعرف مقصد سورة نقوم نجمع كل ما جاء من أسماء السورة. ووصفها. أي لأن مثلاً الفاتحة يمكن فيها أكثر من 20 اسم. أم الكتاب. أم الكتاب، أم القرآن، أم الفاتحة، الصلاة، سبع المثاني، الشفاء، سبع المثاني. فهذه الأسماء تساعدنا في فهم مقصد. نعم. جميل. الصورة. طيب دكتور، نبدأ يعني بعد ما عرفنا حتى عنوان السورة واسمها، في الدخول إلى آيات سورة الشرح والتي تبين يعني هذا المقصد السعادة، هو أنواع حلقتنا هذه اليوم إن شاء الله تعالى. جميل. هو طبعا السورة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم،
في تذكيره بمنة الله عليه وفضل الله عليه بالنعم المعنوية. فالله تعالى يخاطب نبيه ويقول له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني ذنبك الذي أنقض ظهرك، الذي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب ويا ربك يا رب. الحديث كله يخاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا عندنا في ما يسمى علم أصول التفسير أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب له ابتداء ولأمته تبعا. فكل ما خاطب الله نبيه، مثلا يا أيها النبي اتق الله، مقصود به أمته أيضا اتق الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لاحظ طلقتم، أن الخطاب له الدلالة على معنى دخول الأمة فيه. فالسورة في أولها هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما امتن الله تعالى عليه من أسباب السعادة، ولتوجيه الأمة أيضا إلى هذه الأسباب. نذكر لو نبدأ بهذا الاستفهام، يعني في بداية هذه السورة، ما المقصد بهذا الاستفهام؟ ألم نشرح لك؟ نعم، الاستفهام له أغراض بيانية أوصلها علماء البيان إلى 44 غرض. قاصد الأمور بلاغية. بلاغي. من أهمها وأكثرها استخدامه في القرآن التقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب بلى. فهو يقرره بهذا. وبعضهم قال للامتنان. ألم نشرح؟ امتنين عليك بكذا. جميل. لو نلاحظ في مطلع هذه السورة، يعني بعد تفسيرها، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بشراح صدره، وأن الذي فعل ذلك هو الله، ألم نشرح. وهذا يعني نبدأ هنا أول أسباب أو السبب الرئيسي للسعادة وهو الله. طيب قبل ذلك، لماذا هذه السورة نزلت، يعني وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة للشراح؟ أيوة. لماذا يعني؟ أحسن. العلماء ذكروا بعضهم أن هذه نزلت بعد حادثة الإسراء، وحادثة الإسراء حصل فيها شرح حسي، مو معنوي، شرح حسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة أنه صلى الله عليه وسلم شرح صدره، شق صدره، وملئ حكمة وإيمانا. فالله تعالى شرح صدره هنا شرحا يعني حقيقيا، فالشرح هو القطع، مثل يقولون التشريح. فشرح الله صدره ووضع فيه إيمانا وحكمة، ثم لأمه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه أحد الأقوال فيها التفسير، هذا أحد الأقوال في ألم نشرح، يعني شرحا حسيا. جميل. والقول الثاني ألم نشرح لك صدرك، شرحا معنويا، لأنها في السورة اللي قبلها سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى. هنا هذا المعنوي. أيوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الدين قبل النبوة والبعث، بل كان يبحث عنه، وكان يجلس في غار حراء يعني يتأمل ويدعو الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قال له بعد ذلك: ألم نشرح لك صدرك بهدايتك إلى هذا الدين العظيم. فلذلك حتى العلماء لما ذكروا في باب أسباب النزول، في باب المناسبات آسف، قالوا أن سورة الضحى تذكير بالمنن الحسية، كان يتيما فأوى، كان فقيرا فأوى، وسورة الشرح تذكير بالمنن والنعم المعنوية. سبحان الله. فهما سورتان كلاهما مرتبطتان، ربط بينهم يعني توافق ظاهر. نعم. نذكر أحد الأقوال أن الشراح هنا كان حسياً والآخر معنوي. معنوي. نعم. وطبعاً كلهم يصبون في مسألة السعادة والانشراح. نعم. طيب نذكر إذا تسمح لي، ما شاء الله إحنا عندنا فاصل. طيب. نوقف فيه إن شاء الله، نوكل معك ما تبقى من تفسير هذه السورة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أحبتنا فاصل وراجع لكم في برنامجكم لقاء على أثراء، وهذا اللقاء إن شاء الله مع ضيفي الفاضل الدكتور عبد المحسن زبل المطيري، وحديثنا إن شاء الله عن أسباب السعادة من سورة الشرح. فاصل وراجع لكم إن شاء الله. ألم نشرح لك صدرك؟ يقول الله تعالى:
ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بإحسانه إليه، خاصا له بذلك على شكره على ما أنعم عليه ليستوجب بذلك المزيد منه. ألم نشرح لك صدرك يا محمد فنورناه وجعلناه فسيحا واسعا وسعناه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكان من دعاء نبي الله موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على إثراء، ونذكر معكم هذه الحلقة مع ضيفي الفاضل الدكتور عبد المحسن زبل المطير، رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في جامعة الكويت، وحديثنا في هذه الحلقة عن أسباب السعادة من سورة الشرح. حياكم الله دكتور من جديد وسعداء بلقائك. يا مرحبا دكتور. تكلمت قبل فاصل جزاك الله خير عن يعني أسباب اختيارنا لهذه السورة، وأن مقصدها الحديث عن السعادة والانشراح، وتحدث بداية عن يعني تفسير أول آية فيها ذكر المحسن: ألم نشرح لك صدرك. صحيح. نعم. العلماء أخذوا من قوله سبحانه وتعالى نشرح بنون التعظيم هذه، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السعادة. ألم نشرح، هو الذي يشرح. نعم. سبحانه وتعالى كما قال الله جل في علاه في سورة النجم: وأنه هو أضحك وأبكى. فهو سبحانه وتعالى الذي يجعل السعادة في قلب فلان فيضحك، وينزعها من فلان فيبكي. سبحان الله. وهنا أيضا يعني قضية صغيرة للتوضيح: الله سبحانه وتعالى خلق الأعيان وخلق المعاني، يعني حتى المعاني، مثل الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت أمر معنى غير ملموس. صحيح. فمن المعاني المخلوقة معنى السعادة والحزن. السعادة والحزن. صحيح. فهذه معاني الله تعالى الذي يملكها سبحانه وتعالى. فالله يقول لنبيه: ألم نشرح، هو الذي سبحانه وتعالى يشرح. أذكر هذا الخطاب جاءك وتفضلت بعد حادث الإسراء، هذه أحد الأقوال، والأقوال الآخر اللي هو معنوي، أننا شرحنا لك صدرك شرحا معنويا. بشكل عام. أي بشكل عام. نعم جميل. يمكن من الدروس العظيمة في هذه النون، نعم، أننا نقول للناس: يا أيها الناس، من يبحث عن السعادة فليبحث عند خالقها. سبحان الله. هو الذي خلق، هو يقول لك نشرح. أنا الذي أشرح. نون نعم. أي نون التعظيم. تعظيم. نعم. وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى. هو دكتور الله سبحانه وتعالى في هذا يعني في هذا المقام وهذا السياق حينما يتحدث عن نفسه دائما تأتي بنون الخطاب أم جاءت آيات؟ يعني هو طبعا تأتي أحيانا نون الخطاب وأحيانا فعل من غير نون الخطاب. نعم. هو بالهمزة، همزة أفعل. هذا الحصر في أن السعادة بيده وحده. نعم. سبحانه وتعالى يريحنا من عناء كثير. سبحان الله. ويستوجب منا اللجوء لها سبحانه وتعالى. تبي سعادة؟ عند الله. تراها. جميل. لا تتعب سيرك وتروح تلحق وراء المال، تلحق وراء الشهرة، تلحق وراء السفر. لا سعادة بغير الله سبحانه وتعالى. هذا المقصد. نعم. ما في مانع من تلك. لكن ليست سعادة. لكن هي ليست السعادة الحقيقية. السعادة. سبحان الله. فالله تعالى قال نشرح. إذا استفدنا هذه الفائدة الأولى. جميل. وهي أن السعادة بيد الله عز وجل. بيد الله وحده. جميل. وأيضا نستفيد فائدة أخرى، أن اللي الذي يتوجه لله لطلب شرح الصدر هذا موفق ذكي. صحيح. عرف وين مصدرها. صحيح. لأن بعض الناس إذا رأى رجل متجه للصلاح متجه للتدين قالوا عقد نفسه. لا يا أخي شلون عقد؟ هذا بالعكس، هذا راح إلى مصدر. صحيح. السعادة منبع. سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك. السبب الثاني أن مكان الانشراح والسعادة هو الصدر. نعم. يعني
البعض يظن أن السعادة في البدن، مثلاً جسمه يستانس. صحيح. البعض يظن أن السعادة في العقل. جميل. إذا مثلاً ذكي. صحيح. بعضهم يظن السعادة في العلم. نعم. أنك أنت إذا تعلمت. سبحان الله. ولا شك أن هذه جزء. وسائل. وسائل. نعم صحيح. لكن المكان الأصلي الحقيقي للسعادة هو القلب. الله أكبر. والقلب لا يملكه إلا الله. الله أكبر. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الكل. لذلك تلاحظ مثلا أكثر أسباب الانتحار في بلاد مثلا اسكندنافية مثلا كما في الإحصائيات. نعم. مع أنهم أهل الحضارة. صحيح. أهل دنيا مفتوحة. أغنياء. صحيح. أغنياء ملذات بكل الشهوات ما في شيء من لكن نوع. مع ذلك ليسوا سعداء. ليسوا سعداء. يحسون بالسعادة. يحسون بالسعادة ويلقي نفسه. صحيح. نعم. مرة باب يعني شيء بشيء بكر كنا في مركز إسلامي في هولندا وجانا رجل شايب هولندي وقال أنتوا تضحكون وتبتسمون. قلنا إيش المانع يعني؟ قال لا يعني صعب الدنيا هذه ما يمكن واحد يضحك فيها. قلنا ليش؟ قال أنا مفهومي للسعادة أن السعادة تجتمع بثلاثة أشياء: صحة ومال وشباب. مع بعض ثلاثة. أيوة. قال فالإنسان في بداية حياته يكون شباب. نعم. أقصد فراغ. صحة وفراغ ومال. قال يكون عنده فراغ شاب في ثانوية ولا في جامعة. وعنده صحة لكن ما عنده مال. بس ما عنده مال. يقول بعد ما يتخرج من الجامعة ويلقى وظيفة يصير عنده صحة وعنده مال. لا. بس ما عنده فراغ. يعني فراغ مشغول هو. صحيح. يقول بعد ما يكبر سنه ويصير شايب وتقاعد. لا. يصير عنده فراغ. ايه. وعنده مال بس ما عنده صحة. سبحان. راحت الصحة. أصعب اجتماع الثلاثة. يقول في اجتماع الثلاثة. قلنا له على السؤال وياك. احنا مفهوم السعادة عندنا معنى اخر. قال ليش مفهوم السعادة؟ قال احنا مفهوم السعادة مدى اقترابك من الله سبحانه وتعالى بطاعة بصلاح بكذا. كل ما اقتربت. صحيح. كنت اسعد. صحيح. كنت اكثر انشراحا كنت اكثر سعادة واهنا. فلذلك تلاحظ هؤلاء الموجودين هذا فقير وهذا مريض وهذا سبحانه. ومع هذا سعداء تسمونه. نعم. فكانت أثرت فيه ويعني قال أنا سأفكر جديا في الإسلام إذا كان هذا مفهوم الإسلام. سبحان الله. نعم. أنا سافرت بس ما أدري بعد ذلك. نعم. دكتور يعني في هذه الآية سورة الشرح وأول آية جزاك الله خير ذكرتكم ألم نشرح لك صدرك. نعم. ذكرت دكتور أن هنا يعني الانشراح يكون الحقيقي في الصدر وفي القلب يعني. نعم. والقلب لا يطمئن إلا من الله عز وجل. نعم. لكن دكتور هنا ودنا يعني نتحدث عن كيفية حصول على هذه السعادة الحقيقية. هو شوف جاء في حديث يمكن أكثر توضيحا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء. نعم. فتكون في قلبه نقطة سوداء فإذا تاب صقل يعني نظف ومسحت. نعم. فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. ويقول حتى ترجع القلوب إلى قلبين قلب أبيض نقي مثل اللبن لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية الكوز الكوب. نعم. مجخية مسكر يعني ما يقدر يدخل خير صلى الله عليه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكره. فهذا يعني خلاص مات القلب. أيوة أحسن. أفادنا مدام أن السعادة في القلوب إن سبب كثير من الناس انصرافهم عن السعادة هو الذنوب التي يعني كما ستأتي إن شاء الله يعني بعدها توضح هذا أكثر. الذنوب لما تهجم على القلب وتجعل عليه الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني بسبب كسبهم الذنوب. صار فيه غشاوة كذا هذا اللي قست القلوب وبدأ الإنسان لا يستطيع أن يجد اللذة والمتعة والسعادة اللي كان يبحث عنها. توضح هذا المعنى الآية التي تليها لما نشرح في صدرك ووضعنا عنك وزرك الوزر اللي هو الذنوب وضعنا عنك كيف وضعنا عنك يعني غفرنا لك الله الغفران غفر الله لك
فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم وتأخر. صحيح، وهذا السبب للسعادة. أحسنت، وهذا سبب للسعادة. طيب إحنا سبحان الله نسعى لمغفرة الذنوب حتى ننال هذه السعادة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا هذه السعادة يعني في الآخرة وليس في الدنيا. الدنيا والآخرة، حتى في الدنيا. الدنيا والآخرة، يعني الذي يسلم من الذنب في الدنيا فهو من أسعد الناس، يعني واحد لم يرتكب ذنبا قط، تصور هذا كيف تكون سعادته ومشرح صدر. الله تعالى أعطانا، أخبرنا بالمكفرات، مكفرات الذنوب، أعطانا عبادات كبيرة جدا تكفر كل شيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها. صحيح. رمضان إلى رمضان كفارة ما بينها. العمرة إلى العمرة كفارة ما بينها. يعني شو مثلا، هل هو عدم الوقوع في الذنب هو السبب للسعادة، أم الوقوع فيه ثم الحصول على المغفرة؟ يعني المغفرة ولا عدم الوقوع؟ يعني أنت أمامك خطين، خط طيب. الأول احتراز أيوة. من الوقوع في الذنب. هذا سبب للسعادة. طيب. الخط الثاني إذا وقعت طيب. فعندك أيضا طريق وهو التوبة والرجوع وتكفير هذا، وهذا في سعادة أيضا، وهذا أيضا في سعادة. جميل. فلا بد الإنسان يسعى الخطين. أول شيء الخط الأول أن يكون محترس. نعم. ومحترز من الذنوب ويخشى أن يقع فيها. سبحان لا الله. سمح الله وقع، وكلنا خطاء وكلنا يقع. داشك. فهنا يكون الباب الثاني باب التوبة والمكفرات، يعني حتى العلماء ذكروا يمكن 10 أنواع في التكفير. نعم. وكلها الحمد لله متيسرة، يعني مثل الأعمال الصالحة الكبيرة. نعم. التوبة. صحيح. كثرة الاستغفار. نعم. العبادات التي تلاحق الذنوب، لأن الله تعالى قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع سيئة الحسنة تمحوها. نعم. كيف يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب أنه يعني هذه مغفرة وليست بعد الوقوع في الذنب؟ أيوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مغفور له تماما. نعم. جميل. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل ممتاز. ما تقدم وما تأخر مغفور لك. ممتاز. هذه خاصية. خاصية. نعم. إحنا المطلوب منا أن نسعى إلى هذا المستوى. يعني قطعا لن نصل إلى المغفرة تماما، لكن نعلم أن مساب السعادة عدم وقوع الذنب. جميل. لذلك كثير من الناس فجأة يقول يا أخي جاني ضيق صدر بالضبط، نقول له يا أخي راجع نفسك. صحيح. قم صل ركعتين. نعم. وتب إلى الله. سبحان أكثر الله. أكثر من استغفار. جميل. لهذه تساعدك. نعم. على كنت تسمح لي عندنا فاصل راجع معك إن شاء الله تعالى. إذا أحبتنا فاصل وراجع لكم خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في لقاء على ثراء، وحياك الله دكتور عبد المحسن من جديد، سعداء بلقائك ونشكرك على وقتك وجودك معنا دكتور. الله يبارك فيك. وياك دكتور نكمل معك ان شاء الله يعني سوره الشرح وما جاء فيها من اسباب السعاده، وهي فعلا يعني سوره عظيمه دكتور لمن يتاملها يتدبرها. جزاك الله خير. احنا ذكرنا السبب الثالث مغفره الذنب اخذ من قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، ولاحظ الايه التي بعدها تشبيه الوزر، قال الذي أنقض ظهرك، حمل ثقيل، يعني حمل ثقيل يكاد يكسر الظهر. حتى أن الله تعالى ذكر في عدة آيات ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، يعني شبه الذنب الثقل يوم القيامة. سبحان الله. ثقل، وهو فعلا له ثقل معنوي الذي يقع في الذنوب. صحيح. تجد يحس بثقل وكأنه شايل ضيق وضيق. نعم. السبب الرابع قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر الحسن يستنطق أفواه الناس بالدعاء والثناء. جميل. يعني مثلا احنا لما نقول الإمام البخاري تجد اللسان شو يقول مباشرة؟ صحيح. رحمه الله. صحيح. على طول تدعو له الله. صحيح. بالرحمة. صحيح. الشيخ بن باز رحمه الله. رحمه. صحيح. فسبحان الله أهل الذكر الحسن يستنطق الناس بالدعاء لهم والثناء عليهم. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه. لا شك. وقال لما أثنوا على جنازة خيرا قال وجبت ثم أثنوا على الثانية شرا قال وجبت قال يا رسول ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. فالله تعالى يجعل لصاحب الطاعة قبولا في الأرض، ثناء من الناس. جميل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من الود من المد والمحبة. جميل. سيقذف محبتهم في قلوب الناس. جميل. فتجد الناس لم يسعدون لما يرونه. صحيح. يفرحون بدخوله. شخص محبوب يكون محبوب، ثم يا مرحبا. صحيح. يا رب يحفظك، يا رب يوفقك، من هذا الله سبحانه وتعالى محبة يقوم الناس. الله يفتح. نعم. فدعاء الناس لك جميل وثناء الناس عليك هذا أيضا من أسباب
السعادة. قلت هنا يعني في هذا ارتباط ما قبلها، يعني لم يرفع ذكرك إلا لأنك يعني غفرت. جميل سعيد يا غفر. جميل. الآيتين اللتين بعد ذلك فيها ثلاث أسباب. فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. أنا بأخذها واحدة واحدة اختصارا. نعم. أول ما نستفيد من الثلاث آيات هذه أن الله تعالى ما خلق عسرا بلا يسر. جميل. ما خلق هما بلا فرج، ضيقا بلا مخرج. ما خلق الله مشكلة بلا حل. يعني بعض الناس يقول يا أخي هذه مشكلة ما لها حل. يعني كما يقال ما خلق داء إلا له دواء. أحسن. نعم. ما خلق الله داء إلا دواء. نعم. إذا نفهم أن كل عسر معه يسر. نعم. واضح هذه واحدة. جميل. وهذا ترى لوحدها تحدث تنفيسا، يعني أنت لما بس عندك قناعة بأن كل مشكلة ستواجهها لها حل. صحيح. هذا لا شك أنك يعني لك تتأمل، تحسن الظن بالله، تحسن الظن بالله، وتنتظر الفرج بالضبط، ويصير مشكلتك والبحث صحيح عن الحل، عن الحل وليس انتظار المشكلة وليس صحيح. أن ما لها حل بالضبط. الثاني أن الله تعالى قال فإن مع العسر يسرى، ولم يقل بعد العسر يسرى. يعني نستفيد من هذا أن في لحظة نزول العسر يبدأ في فرج الله، الله وتيسير. جميل. الله يعني دلالة حرف الجر مع وبعد بالضبط، يعني الحرف يختلف المعنى اختلاف كلي، وهذا سبحان الله تجده في واقعا. يعني جميل. مثلا لما إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة مشاكة إلا إيش كفر الله. نعم. الآن مجرد هم جت هذه دارت معه، هذه دارت معه في نفس اللحظة، تزامن مباشر. فأنت جميل. أيضا تفرح بأن الله. وجود المشكلة ترى لا تقلق، سيبدأ الله. الآن مباشرة معها فرج الله. وهذا دكتور يعني إحنا كثرت قراءتنا لهذه الصورة يجعلنا نستشعر هذه المعاني العظيمة. أحسن. سبحان الله. يعني أحيانا قراءة بتدبر تمر بكذا يجعلك تستشعر عظم هذه الآية. سبحان الله. هذه الصورة الله يتعلم. نعم. الثالث من معاني السعادة في هاتين الآيتين أن الله تعالى كرر الآية، وعلماء اللغة يقولون النكرة إذا تكررت تعددت. جميل. والمعرفة إذا تكررت لا تتعدد. نعم. يعني لما أقول مثلا جاء الرجل ورأيت الرجل هو نفسه صحيح، لكن جاء رجل ورأيت رجلا هذا يختلف. غير هذا صحيح. أيوة. خلنا نطبق الآن في الآية. فإن مع العسر معرفة يسرى. نعم. ذاكرة. نعم. إن مع العسر نفس العسر نفسه ما تغير لكن يسر آخر. يسرى أحسن. جميل. لذلك كل عسر معه لا يقل عن يسرين. جميل. أيه. ومن هنا قال ابن عباس والله لا يغلب عسر يسرين. الله. شوف فهمهم رضي الله عنه. جميل. نعم. والله لا يغلب عسر يسرين. يسرى. فالآية تحدثنا عن عسر وأيسار ويسر الله الذي يأتي الله. من ويقول لك ترى كل عسر مو معه يسر واحد، يسرين ممكن حتى. وهذه ذكر دعوة للتفاؤل، دعوة دعاء الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. طب. نعم. طب. هذه ثلاث أسباب في قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا. نعم. وإذا أضفناها الأربعة السابقة سبع. نعم. الثامن فإذا فرغت فانصب. رقم ثمانية الفراغ. فإذا فرغت، الفراغ خطير، سلاح ذو حدين. صحيح. إما أن يملأه الإنسان بالخير. نعم. والنفع والفائدة، وإلا يستغله الشيطان في أن يتجه بهذا الفارغ. نعم. إلى يشغلك بأمور أخرى. صحيح. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس نعمتان مغبون عليهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة صحيح، لكن مغبون يعني خسرها. كثير من الناس خسروها. سبحان الله. غبنوا، مشان الواحد إذا غبن في البيع صحيح خسر، فهو مغبون يعني لم يربح بها لأنه لم يستغلها استثمارا صحيح. يقول أبو العتاهية أما علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة فلوس مفسدة للمرء. أيوة مفسدة. صحيح. فراغ. نعم. وشباب حنشوف شبابنا الآن بالضبط يمسك فراغ على طول تليفون وجهاز وكذا، أو أنه ما عارف وين يروح. ما في شيء. صحيح. ما في. فضاعت الأوقات. سبحان الله. تجد يجسرون على وسائل التواصل الاجتماعي ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات بلا مبالغة، يعني صحيح. ينتقل من الواتساب والفيسبوك. نعم. والتويتر
والسناب والإنستغرام سبحان الله. واليوتيوب نعم. خلاص لأنه يعني مو عارف يعني كيف يملأ وقته. صحيح. فالفراغ خطير. فالله تعالى يقول أن انتبهوا، هذا الفراغ إما أن يكون لك عنوان سعادة أو عنوان تعاسة بحسب ما تستثمره فيه. هذا رقم 8. دكتور كيف جاء هذا التوجيه وهذا المطلب من الله سبحانه وتعالى؟ إذا فرغت فانصب، يعني أين نجد ذلك التوجيه؟ نعم. لاحظ هنا لما الله تعالى أخبرنا عن خطورة الفراغ عدم المستغل، أعطانا توجيه لرقم 9 هذا الذي سأحدثك عنه الآن. قال فإذا فرغت، أنت فرغت الآن، فرغت من ماذا أذكر؟ من أي شيء. أنت حين رجل طيب. ما عندك شيء، ما عندك شغل الآن في هذه اللحظة، في هذا اليوم، في هذه السنة، في هذا الشهر، عندك فراغ، ماذا تفعل؟ فإذا فرغت التوجيه الرباني فانصب، معنى انصب يعني أقبل على العبادة. هل هناك رابط بين هذه الآية وما قبلها ما العسر يسرى؟ هل هناك يعني معنى؟ هو يعني يبدو أنها هي أقرب إلى الأولى اللي هي قضية الذنوب. الأولى أي فأن الإنسان إذا فرغ، الفراغ ممكن يملأ بالذنوب. سبحان الله. فالله تعالى يقول له املأه الطاعات. بالطاعات. نعم جميل. وهذا بالمناسبة رقم 9 هو العنوان الأكبر للسعادة، اللي هو السعادة خطين يساوي نعم العبادة. الله. أي نعم. وعلى قدر عبادتك تكون سعادتك. على قدر العبادة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لها كلمة مشهورة ابن تيمية، يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا سلام. وهذا معنى رائع صراحة. صحيح لا شك. يعني الذي يكثر من العبادة ويكثر من الطاعة إنما يذهب إلى ينبوع السعادة الحقيقي يستكثر منه. جميل. فإذا فرغت فانصب، فرصة يا جماعة. فانصب يعني اعبد. اعبد. اعبد من الله سبحانه وتعالى. النصب يعني هنا من الوقوف اللغويين معناها. لا لغة معناها الاتجاه. انصب. اي انصب. اتجه. يعني اتجه. إلى العبادة. العبادة. انصب يعني. جميل. إلى رب. جميل. ولذلك عاملة ناصبة. قال العلماء أن هنا نصب من التعب. في الطاعة والعبادة. فانصب يعني اتعب، أو انصب أقبل نعم. على العبادة والطاعة. ولذلك سبحان الله المفسرين كلهم على هذا، على انصب نعم. أقبل على الطاعة. اتفاق من الاتفاق. جميل جميل. ثم أعطى الله تعالى وهو رقم نعم. 10 نعم. ولا نخليها بعد الفاصل. بعد الفاصل. ممتاز. إذا يعني ما شاء الله احنا تكلمنا 9 أسباب للسعادة في سورة الشرح بتفسير جميل دكتور، لكن فاصل نرجع معك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم إذا مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج لقاء الإثراء، فاصل وراجع لكم إن شاء الله فيما تبقى من هذه الحلقة عن أسباب السعادة من سورة الشرح مع ضيفي الفاضل الدكتور عبد المحسن زبل المطيري. فاصل وراجع لكم إن شاء الله. ووضعنا عنك وزرك، أي وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على إثراء، ونكون معكم هذه الحلقة عن أسباب السعادة من سورة الشرح والحبة مع ضيفي الفاضل الدكتور عبد المحسن زبن المطيري، رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في جامعة الكويت. ورحب فيك من جديد دكتور المحسن، حياك الله معنا. يا مرحبا دكتور. إذا تحدثنا جزاك الله خير عن يعني سورة الشرح وتقريبا 9 آيات دكتور. 9 أسباب. أسباب نعم. أي نعم. نعم. باقي إذا السبب العاشر. السبب الأخير. نعم. السبب الأخير من أسباب السعادة في قوله تعالى وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. ارغب يعني اطلب. ما رغبتك؟ ما دعاءك؟ ممتاز. رغب المرهبة. احسنت. نعم. فالله تعالى يقول لك ارغب بما تشاء الى الله. جميل. يعني خص ربك بالدعاء. اخلص لربك بالدعاء. والدعاء كما لا يخفاك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. هو العبادة. نعم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. الدعاء لا يرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرد يدي عبده صفراء. نعم. ما يمكن إما أن يستجيب له. صحيح. أو يرد عن الشر مثله. صحيح. أو تدخر له المقيام. يوم القيامة. نعم. فالدعاء باب عظيم. كله خير. كله خير وسهل. نعم. يعني أنت
بتنام صحيح وانت قاعد في الديوانيه وجالس والديوانيه كلهم يسولفون سبحان الله استغفر الله اللهم اغفر لي اي وقت صحيح ادعو ستجد الله تعالى. هذه هي الاسباب العشره نعم. الموجوده في سوره الشرح، وتلاحظ انها كلها باب خير. طيب لماذا يعني في اخر سبب هذه الايه الى ربك فارغب، لماذا جعل من اسباب السعاده يعني الدعاء؟ نعم هو يعني يبدو لي ان الدعاء هو المفتاح لكل ما سبق، يعني بالدعاء يغفر الذنب، بالدعاء ينشرح الصدر، بالدعاء تتيسر توفق للطاعه للعباده فتلاحظ الدعاء كانه جامع الخير جامع الاسباب كلها. نعم سبحان الله. اذكر يعني اذكر مقوله لاحد السلف يقول فيها اني لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم الدعاء، يعني الدعاء صحيح ايضا لا احد يوفق له اذكر الدعاء مع انه سهل وبعض الناس سبحان الله يصاب بكرب وأول ما يفكر فيه نعم. الواسطة النائب مع أن عنده باب أعظم يعني. سبحان الله تدعو الله سبحانه وتعالى نعم. أنا أذكر هنا قصة لطيفة يتذكر. كان في وقت يعني في وقت أحد الشباب نعم. يعني فقير وكان تزوج بدين وكان تعرف العانيات اللي يعطونها يعني هو مؤمن عليها خيرا نعم. فلما انتهى العرس بالكاد العانيات غطت الدين نعم. وأملق أفلس سبحان الله. ففي صبيحة العرسة يقول بجيب فطور حق الزوجة نعم. ما عندي قلت فشلت يعني. بجيب أي شيء شباتي نعم. اللي عنده راح كله خلاص يقول كل شيء راح يقول بعدين قمت أفكر أنادي أتصل على فلان يسلفني ولا يقول بعدين قلت يا الله افكر بالناس وما فكرت برب العالمين سبحان الله. والله ما ادعو يا ربي وفق لذلك اي والله قلت يا ربي استرني قدام المراه الله يرزقني نعم. يقول وانا ادعو وانا ادعو ولا الجرس يطق نعم حتى قلت في نفسي الله يهدي هذا الطارق الباب ما انتظر حتى انتهي من دعائي يقول فتحت واذا صاحب لي لم اراه من سنتين نعم. جلطته وجلسته قهوته فقال يا فلان انا مار ورايت لوحه عرسك نعم لوحة فيها سبحان الله وأنا والله مضيع أرقامك ولو نعم. أدري كان حضرت اي نعم وهذه 60 دينار عانيتك سبحان الله واسمح لي بطلع سبحان الله يقول أنا قاعد أدعو ما نعم. نزلت إيدي للحين ما نزلت الله. وإذا بدعائي استجاب مباشرة بلا منة وبدون دين سبحان الله واللي جابها اللي جابها مستانس صحيح نعم سبحان الله الله فرج عني بدعاء نعم. لكن دكتور يعني احنا اليوم موضوعنا كان عن اسباب السعاده من سوره الشرح وجزاك الله خير يعني ذكرت هذه الاسباب في هذه ايات هذه السوره. لكن دكتور يعني نؤكد من جديد ان لا سعاده بغير طاعه الله عز وجل هذا يعني صحيح. العنوان الرئيسي بالضبط صحيح. نعم ونسال الله تعالى ان يهدي الجميع. حقيقه هذه السوره انا انصح الجميع بتاملها والنظر فيها يعني السوره مليئه بالعبر والفوائد. يعني لاحظ الان لم نشرح النون هذه تثبت ان السعاده بيد الله نعم. صدرك السعاده في الصدر وضعنا عنك وزرك وضع الذنوب ومغفره الذنوب ورفعنا لك ذكرك رفع الذكر الحسن الذي يستنطق افواه الناس بالدعاء والثناء كل عسر معه يسر ما خلق الله عسرا بلا يسر نعم. كل عسر ينزل يسره في نفس اللحظة التي نزل فيها العسر كل عسر معه يسرين الفراغ واستثماره في الخيرات نعم. أعظم استثمار الفراغ العبادة سبحان الله نعم. أعظم أبواب أو من أعظم الأبواب الدعاء لله سبحانه وتعالى مخلصا نعم. عشرة أسباب سبحان الله كلها سعادة في سعادة. طيب ذكر هناك سؤال يعني قد يعني يقال أن شخص عابد الله سبحانه وتعالى وعلى صلة بالله لكن يشعر أيضا بضيق بحزن بهم هل هذا أمر وارد مع أن عبودية وارد بس يكون هو السبب كيف يعني ابن تيمية يقول إذا عملت طاعة ولم تجد لذتها فاتهم نفسك فإن الرب شكور الله تعالى شكور نعم. اتهم نفسك إما العبادة فيها رياء الله. فيها تقصير سبحان الله. فيها التفات للناس أو التفات لحظ النفس نعم. يعني في مداخل للشيطان تفسد على الإنسان عبادته وتورده المهالك وهو لا يشعر يعني أحيانا يكون في رياء خطير ذنب لا يشعر بالسعادة ولا يشعر بالسعادة سبحان الله ترى قد يكون هناك أسباب أخرى يعني قطع رحم مثلا طبعاً. نعم يعني إحنا مثلا إذا قلنا المعاصي مغفرة الذنوب الذنب هذا من أسباب عاد ادخل فيه باب لا ينتهي من المعاصي نعم. فكل واحد من هذه الذنوب يؤدي إلى ضيق صدر هم مش عارف إيش فقد يكون كما ذكرت يعني نعم. يكون هو رجل صالح في العبادة نعم. لكنه في علاقته مع نعم. أرحامه فيها صحيح. قطع وصل فيها
عدم بر والدين صحيح. ضعيف في بر نعم. الوالدين كذا، فتجد أن في أبواب أخرى ضعيف. نعم. فهذا أيضا يحرم. تذكر أيضا مسألة التساهل مثلا بأكل الأموال أو مصادر الأموال، هذه مسألة مهمة خطيرة جدا. بالضبط. أكل أموال الناس بالباطل صحيح، أو الشبهات في أكل الأموال أو عدم تحري مال الحلال، هذا الناس تتساهل فيه. تذكر يعني الآن مثلا عندك من بعض من الأشياء التي الله يذم فيها الناس، يقول ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون يعني تستحثون بعضكم بعضا. نعم. تصور يعني الله تعالى يذم من لا يستحق، من لا يحظ يحظ. نعم. يعني مو يذم اللي ما يتصدق، لا اله الا الله، يعني هذا اذب يعني عظيم. نقع فيه. الله اي لا يحظ. صحيح. اذا ذكر نقول لك الختام، جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفعنا الله بكل ما قلت. جزاك الله خير. بارك. ايضا الشكر موصول لكم احبتنا المشاهدين الكرام، انتظرونا ان شاء الله في حلقه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.